بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد رئيس حكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، أولاً سيد الرئيس نشكركم على إطارة الاحتفال الدولي ب 29 نوفمبر للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهي مناسبة لنؤكد ما يلي: تضامننا مع الشعب الفلسطيني فيما يعانيه من الكيان الغاصب، وثانياً نقترح عليكم عقد جلسة خاصة بالقضية الفلسطينية في أقرب الآجال لمدارسة مستجداتها، وعلى رأسها دعم مسار الوحدة الفلسطينية. السيد رئيس حكومة المحترم، إن طرحنا سيد رئيس الحكومة لهذا السؤال نابع من حرصنا المشترك على تنزيل مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 31 منه المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطن، وهي الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، وقيامنا بمراقبة العمل الحكومي ومدى التزام الحكومة في تنزيل برنامجها، خاصة في شقه الاجتماعي، وثالثا تنفيذا لدورنا البرلماني في مراقبة السياسات العمومة وتقييمها. وفي هذا الإطار نود أن نسجل بارتياح الإنجاز الكبير الذي حققته الحكومة على الصعيد التشريعي في المجال الاجتماعي، مثل قانون التغطية الصحية ومدونة الشغل وقانون فقدان الشغل، ومفارقة على قانونين هامين يخصان التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين والمهن الحرة، وهو إجراء انتظره النجارون والصباغون والصناع التقليديون والسائق المهنيون والمحامون والأطباء في انتظار التغطية الصحية التي تشمل الوالدين. إلا أنه سيد رئيس حكومة، رغم هذا الزخم من القوانين التشريعية، فإننا كنلاحظ أن كاين واحد الهوى بين التشريعات القانونية وبين تدابير الإجراءات المتخذة، مما يعني أن المجهودات المبذولة في تنزيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بأنها غير كافية أو تفتقد إلى الحكم والنجاعة. وهنا لابد أن نستحضر فجعة إقليم الصويرة التي تسائلنا جميعا، حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا: إن مجتمعنا المغربي قائم على التضامن والتكافل والإحسان، لكن الإحسان العمومي المؤطر بالقانون، الإحسان العمومي المكمل لعمل الحكومة وللمؤسسات العمومية. ولكن السؤال: من وقف ضد الدعم المباشر للفقراء الذي طرحته الحكومة السابقة برئاسة أستاذ عبد الإله من كيران؟ من عطل استفادة الأرامل من صندوق التماسك الاجتماعي؟ من عطل صدور القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين؟ ومن يعطل الآن صدور قانون التغطية الصحية الخاصة بالوالدين؟ لقد برز سيد رئيس الحكومة توجه حكومتكم الاجتماعي بجلاء في مشروع القانون المالي 2018، إذ تم تخصيص 130 مليار درهم لدعم القطاعات الاجتماعية مما يمثل 50% من الميزانية العامة في إطار تعميم نظام التغطية الصحية راميد. فإننا نسجل بارتياح استفادة أكثر من 11.46 مليون من هذا النظام إلى غاية غش 2017، ونسجل كذلك أن عدد العمليات الجراحية الكبرى والنوعية بالمراكز الشفائية الجامعية بلغت 845، وعدد الخدمات الصحية تجاوز 5 ملايين. إن هذه الأرقام في بعدها الكمي والنوعي دالة وشاهد على الطبيعة الاجتماعية لهذه الحكومة. ومهما اختلفنا في تقييم هذا النظام، ومهما طرحنا من اختلالات تعتريه، فلا يمكننا أن نختلف أن هذا النظام قد أسدى خدمات جليلة لفئة اجتماعية عريضة. وهنا نبدي بعض الملاحظات حفاظا على استدامة هذا النظام وسعيا لتطويره وتجويده: تأهيل البنية التحتية الاستشفائية وتوفير الموارد البشرية. وفي هذا الصدد نسجل بارتياح الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في مشروع قانون المالية 2018، والتي ارتفعت بزيادة قدرها 46.3. ثانيا، إعادة النظر في نظام التمويل الذي يعتمد على الدولة والجماعات الترابية والمستفيدين، الذي أبان عن عجزه وقدرته مع خلق آلية لضمان المساهمة المالية لجميع الأطراف. ثالثا، إخراج قانون الوكالة الوطنية لنظام مساعدة الطبية راميد للوجود لمحاصرة الإشكالات على صعيد التدبير والتمويل. وفي هذا السياق قدمنا من مقترح قانون مع فرق أغلبية نتمنى أن يجيب على انتظارات بخصوص هذا النظام. السيد رئيس الحكومة المحترم، بخصوص دعم الأرامل، نشجع أنه من أهم وأبرز الإنجازات والإجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة وسارت على نهج حكومتكم دعما للتضامن الاجتماعي، ويمكن أن نعتبر أن هذا الإجراء بمثابة حلم تحقق. إن صرف دعم مقاربة 77 ألف أرملة وما يزيد عن 200 ألف يتيم ليؤكد جليا
مدى التزام حكومتكم بالبرنامج الحكومي في شقه الاجتماعي؟ إلا أنه سيد الرئيس الحكومة ما زلنا نطالب ونلح في توسيع الاستفادة من هذا الصندوق ليشمل الأرامل بدون أولاد. ثانياً، توسيع الاستفادة من هذا الصندوق ليشمل اليتامى الذين فقدوا الوالدين والمحضونين من طرف أحد الأقارب، وذلك طبقا للمادة 171 من مدونة أسرة. نتساءل سيد رئيس الحكومة عن محدودية عدد الأرامل المستفيدة من مختصات هذا الصندوق الذي يبلغ 77,000 مقارنة مع 330,000 كما صرح بذلك وزير المالية حين تقديمه لمرسوم صندوق دعم الأرامل. فيما يتعلق بصندوق التكافل العائلي، نتساءل كذلك عن محدودية عدد المستفيدات من هذا الصندوق، إذ منذ انطلاق سنة 2011 إلى نهاية ماي 2017 تم تنفيذ 14,760 قرار فقط. وفي هذا الإطار نطالب بالمزيد من التحسيس بهذا الصندوق في المحاكم والإدارات مع إعادة النظر في مصادر الاستفادة منه قصد تبسيطها، كما نتمن عاليا إدراج النساء المهملات ضمن لائحة المستفيدات من مخصصات هذا الصندوق عبر دعم شهري وبقاء استفادة الأطفال في حال وفاة الأم المهملة كما ورد في مشروع قانون المالية 2018. وعليه ندعو الحكومة إلى الإسراع بإخراج مرسوم استفادة النساء المهملات من هذا الصندوق وأن لا يكون مصيره التأجيل لأهداف سياسوية ضيقة. بخصوص مجال الإعاقة، إننا نسجل بارتياح تدخلات الحكومة بنهجها سياسة اجتماعية مندمجة بتوجهات ومقاربات حقوقية ترجمتها مجموعة من الأوراش الهيكلية. ولا بد أن نشيد هنا بتدخل صندوق دعم التماسك الاجتماعي لتحسين ظروف تمدرس أطفال في وضعية إعاقة وتدخله في اقتناء المعينات التقنية والأجهزة الخاصة وبتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المديرية للدخل مع مساهمة في إحداث وتسيير مراكز استقبال. وهنا نوصي بمالي الاعتماد على جمعيات متخصصة في مجال الإعاقة أو تتوفر على أطر متخصصة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في هذه الوضعية. في إطار التكامل والتنسيق والالتقائية، ندعو وزارة التربية الوطنية. شكرا للسيد نائب. تفضل كمل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذه مسؤوليتكم سيد رئيس حكومة ومسؤولية الحكومة ومسؤوليتنا جميعا، والله المستعان.